بعد ارتفاع الأصوات الناقدة لخيارات وسياسات رشد الغنوشي وتدني شعبيته إلى أدنى مستوى وتصدره لقائمة عدم نيل ثقة التونسيين. المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي يكشف أن هناك تهديدات جدية باغتيال رئيس حركة النهضة والبرلمان رشد الغنوشي، وأفاد الشعيبي من خلال منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك بأن مسؤولين من وزارة الداخلية انتقلوا يوم الأربعاء إلى مقر البرلمان لإعلام رشد الغنوشي بوجود جهات تخطط لاغتياله. واعتبر الشعيبي أن رئيس حركة النهضة يتعرض باستمرار لمثل هذه التهديدات بهدف إعاقة التجربة الديمقراطية التونسية وإفشال مسارها. ولم تصدر حركة النهضة أو مجلس نواب الشعب أي معطيات حول مخطط اغتيال الغنوشي، وكان تقرير أوردته صحيفة الصباح منتصف أفريل الماضي قد تحدث عن وجود مخطط لاستهداف شخصيات سياسية في تونس، ومن بينها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والنائب اليساري منجير راحوي. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله أن تنظيمات متشددة في جبال تونس تخطط لعملية كبرى لاسترجاع ثقة المتبنيين لفكرها المتطرف وإثبات وجودها بعد تشديد الخناق عليها. يشار إلى أن تونس كانت قد شهدت اغتيالات سياسية جرت في عام 2013 استهدفت معارضين يساريين ومن بينهم شكري بالعيد من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي عن حزب التيار الشعب. فهل هي مناورة سياسية لنيل تعاطف الشعب وتحويل وجهة النقاش بعد علو الأصوات المطالبة بإزاحة رشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وتحميله المسؤولية عن الوضع السياسي المتردي لتشهد تونس، أم أن هذه التهديدات جدية؟ نحن على كل حال ندين العنف أيا كان مصدره وأيا كانت الجهة التي تقف وراه. وفي جديد صراع القصر مع حركة النهضة حول المحكمة الدستورية التي عطلت حركة النهضة باختيارها، عطلت إنشائها لمدة نيابية كاملة من 2014 إلى 2019، فإن المحكمة الدستورية أصبحت عنوان للصراع الجديد وعنوان هجوم حركة النهضة على رئيس الجمهورية واتهامه بتعطيل مسار الدولة وتعطيل قيام المؤسسات الديمقراطية على حسب وصفهم رئيس الجمهورية، وفي آخر يوم من الأجل للتوقيع على قانون المحكمة الدستورية يرفض التوقيع. حركة النهضة من جهتها تصدر بيان تهاجم فيه رئيس الجمهورية وتقول أنه عدم ختم قانون المحكمة الدستورية واستمرار لخرق الدستور وتهديد للتجربة الديمقراطية. حركة النهضة عبرت عن انشغالها لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، واعتبرت الحركة في البلاغ لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة زعيم الحركة راشد الغنوشي أن عدم ختم قانون المحكمة الدستورية يمثل استمرارا لخرق الدستور وتعطيلا لاستكمال بناء الهيئات الدستورية وتهديدا للتجربة الديمقراطية وإرباكا للعمل التشريعي للبرلمان. وقالت الحركة أن ذلك يهدد بمزيد تفاقم الأزمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيين وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة الطريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والاجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول. شخصيا لما قريت بيان حركة النهضة ما فهمتش شنو دخل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية اللي تثبت فيها حركة النهضة بعد 10 سنوات من ممارستها للسلطة وأربعة رؤساء حكومة، 2 منهم من الحركة اللي هما علي العريض وحمد جبالي، و2 محسوبين على الحركة اللي هما يوسف الشاهد وهشام المشيشي اللي حكموا وترأسوا السلطة التنفيذية. لا أعرف ما الرابط بين المحكمة الدستورية والفشل الاقتصادي والفشل في التعامل مع الملف الصحي. يبدو أن حركة النهضة بهذا البيان تريد كالعادة أن تتفصل من المسؤولية وتحمل خصومها جميع الفشل اللي تثبت فيه خلال العقد الأخير من حكمها لتونس. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يصلكم كل جديد، وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.